إن إحنا عملنا مقارنة، كنا بنعمل مقارنة بين المعابد، وقلنا إن عندنا 3 أنواع من المعابد. المعبد المبني بالكامل فوق سطح الأرض، والمبني جزئيا فوق سطح الأرض ومنحوت في الجبل، والمعبد المنحوت بالكامل في الجبل. شفنا البروتوتايب بتاع المعابد، وعرفنا إن المعبد في مكونات أساسية رئيسية زادت أو قلت عددها، بس هي ثابتة دايما، بداية من البايلون بتاع المدخل للكورت البهو الأعمدة القدس الأقداس وغرف الخدمات المحيطة به. شفنا معبد خنسو اللي هو اعتبرناه البروتوتايب بتاع المعابد، وقلنا ان معبد خنسو ده موجود داخل المجموعة بتاعت الكرنك، بنسميها دايما مجموعة الكرنك لأنها مجموعة من المعابد. وقلنا إن دايما كان بيبقى المدخل ده هو بيعبر عن اللي بنى المعبد، الحاكم أو الفرعون اللي بنى المعبد. فبعض الأحيان بيبقى في أكتر من بايلون زي في معبد الكرنك، لأنه خد وقت كبير في البنى بتاعه وتتابعت عليه حكام أكتر، وبالتالي هنلاقي أكتر من بايلون بيعبر عن الحاكم. أهم حاجة بقى فيه يعني لو اتكلمنا كنا عن فلسفة التصميم بتاعت المعبد، والقطاع بتاعه بيعبر عنها بأن كل لما دخلت كل لما ارتفاع قل، والإضاءة قلت علشان أدي الرهبة اللازمة للمكان، وبصفة عامة مكان العبادة اللي تلزمه صفة إنه يبقى في رهبة. لو كنا اتكلمنا عن فلسفة التصميم هنا هوت، عايزين نتكلم دلوقتي عن طريقة الإنشاء. احنا عارفين إن العمارة المصرية القديمة عامة اتبنت بالحجر، والحجر دي خامة بتتحمل الضغط فقط ولا تتحمل الشد، الحديد هو اللي بيتحمل الشد، الحجر بيتحمل الضغط. يعني ممكن من الضغط يحصل كسر، الشد مش موجود هنا هوت مش هيقدر يحافظ على الحجرة السليمة. إذن الارتفاعات الضخمة اللي احنا شايفينها ديت هتحتاج تخانات كبيرة من الحوائط علشان يقدروا يرتفعوا بيها الارتفاعات الشاهقة اللي احنا شايفينها دي. عشان كده التعبير بتاع الضخامة في فلسفة التصميم أو الطابع بتاعنا كان موجود. لما نيجي نبص ل رسمية زي دي فيها العناصر الرئيسية اللي داخلة في طريقة الإنشاء. يعني أول حاجة عندنا العمود، أهو العمود كان قصير كان طويل، أهو العمود ده التاج بتاعه اللي باين، العمود ده هوت اللي هو من الأرض لحد فوق لحد ما حمل عليه بقية العناصر. العمود ده كان بيبقى مكون من قاعدة حجرية مدورة،
بدن بتاع العمود اللي هو ده، شايفين المؤشر هنا؟ شايفين المؤشر على الصورة؟ لا مفيش حاجة يا دكتور. الصورة الصغيرة اللي تحت على اليمين. موجود ده البدن بتاع العمود، وده الجزء اللي هو بنسميه التاج بتاع العمود. يبقى العمود ده مكون من 3 أجزاء، قاعدة وبدن وتاج. التاج ده فوقه حتة مربعة كده حجرية اسمها الوسادة، اللي هي دي. فوق الوسادة في الأعتاب الحجرية اللي هي متحملة على الأعمدة، أهو العمود وهو التاني، وهنا برضو عمود واللي بعده وسادة هيت. ها، وظيفتها إيه هنا؟ إنها تنقل الحمل بتاع الأعتاب الحجرية في محور العمود الصلد. لما تيجي تشوف تاج زي ده هتلتقيه جاي لبره كده، عامل زي الايه؟ الناقوس المقلوب، فهتلاقي الشفه بتاعته دي خارجه بره الاكس بتاع العمود. يعني انا لو جيت حملت الاعتاب دي على التاج ده مباشره، الداير اللي هو بره ده هيتكسر، ها، لانه لا يتحمل. فعشان كده بيتحط له الوسادة ديت علشان الحمل يجي فقط على الايه؟ الجزء الاوسط من العمود اللي هو السوليد من فوق لتحت. يبقى دي وظيفة الوسادة الحجرية. فوقها الاعتاب اللي هي بتشيل البلاطات الحجرية دي اللي بتمثل السقف. يبقى دي العناصر الأساسية بتاعت الإنشاء في المعابد: عمود بمكوناته، فوق الوسادة، فوق الأعتاب الحجرية، فوق البلاطات الحجرية اللي بتمثل السقف. لو في فرق في الارتفاع ما بين الرواق الأوسط اللي هو ده في المعبد وما بين مهو الأعمدة اللي هو الجزء دهوت، فرق الارتفاع ده بيبقى فيه فتحات الإضاءة اللي بنسميها كلير ستورز، اللي هي في الصورة واضحة هنا أهو. عبارة عن إيه فرق الارتفاع دهوت؟ بيحط في الشبابيك أو الفتحات عبارة عن قطع حجارة كده متخرمة متفتحة كده، متفتحة فتحات رأسية كده هوت، علشان خاطر تنور لي الرواق الأوسط بإضاءة مخفضة أقدر أشوف منها وأتحرك فيها. السلايد ده مهم جدا لأنه ده بيفرجك الإيه؟ الطريقة بتاعت الإنشاء في المعابد المصرية القديمة. فدايما لما بيجي لك سؤال يقول لك وضح العناصر الإنشائية في المعبد المصري القديم، يبقى هو ده، هي دي العناصر. ها، جميع العناصر دي كان عليها الزخارف، زخارف وكتابات وإيه، وهي زي ما أنت شايف كده، حتى البطنية بتاعت الأعتاب الحجرية عليها زخارف، الوسادة عليها زخارف، تاج العمود، العمود، كل حاجة، كل العناصر كان عليها الزخارف. والزخارف غائرة، يعني بنسميه نحت غائر في العمارة المصرية القديمة، كان نحت غائر، عكس في الحضارة اللي هتيجي بعد كده اللي هيبقى بارز. نحت غائر يعني محفور في الحجارة. كان دايما فيه
الكورنيشة دي هيت في الاندنج بتاعي بتاع الحوائط، الحاجة المميزة او في عنصر كده بيميز العمارة المصرية القديمة، ان بيبقى في نهاية الحوائط، زي ما في نهاية البايلون بتاعي في المدخل او في نهاية الحوائط بيبقى في كورنيشة هيت. الكورنيشة دي مكونة من جزئين، الجورج والسكرول، بنسميه جورج والسكرول. ده هو دي عبارة عن ربع دايرة مجوفة زي ما انت شايف، ودي قطعها نصف دائري، ها منحوت الحجرة دي، ودي هي دي الكورنيشة المصري القديمة الموجودة دايما وهنشوفها دايما في نهايات الحوائط. في أي سؤال لحد كده؟ معلش يا دكتور، هو ايه تاني الجلف والسكرول دول؟ مش جورج والسكرول دي الكورنيشة بتاعت نهاية أي حاجة، أي حائط أو أي جزء في العمارة المصرية القديمة، في دي النهاية بتاعته، الكورنيشة النهائية بتاعته، الأندنج بتاع الحيطة. ده صورة جوية لمعبد الكرنك، أهي البايلونز 1 2 3 4 5. ده بهو الأعمدة الكبير، وده الجزء الأوسط اللي بينه وتير ستورز، ده الجزء الأخير خالص بهو الأعمدة المعاصر للحضارة الرومانية. هنبقى نشوف التفاصيل بتاعته، مدخل طريق الكباش، وهو على النيل مباشرة، يعني نيل موازي للطريق ده كده، عمودي على المدخل النيل هنا. دي البحيرة المقدسة، أو المدخل ده الباركينج، وفي الآخر هنا النيل، ودي البحيرة المقدسة. أهي البحيرة المقدسة، وهنا بقى المفروض ده شايفين طريق الكباش ده؟ ده هو اللي استكمل الصورة دي قديمة طبعاً، اللي استكمل فيما بعد دلوقتي وبقى طريق الكباش. ده البلان بتاع معبد الكرنك، بايرون الأول والمدخل. حتى جوه في معبد صغير للسيتي الثاني ومعبد رمسيس الثالث داخل الحوش الاولاني الكبير، عشان كده احنا بنسمي مجموعه الكرنك، يعني اكتر من كلمه معبد الكرنك بنسميه مجموعه الكرنك، لانه مجموعه من المعابد داخل بعض. بعد كده بهو الاعمده، ده الرواق الأوسط، حوش بايلون تاني قبل الرواق، قبل بهو الأعمدة، بايلون تالت، بعدي حوش صغير، بايلون رابع، وبعدين بايلون خامس، قدس الأقداس، وده الجزء الأخير اللي كان معاصر للحضارة الرومانية. ده قطاع بتاع المعبد، قطاع فيه الهايبوستايل هول اللي هو بهو الأعمدة،
الرواق الأوسط اللي هو مرتفع، الكلير ستوريز فرق في فرق الارتفاع، و بهو الأعمدة على اليمين والشمال. زي ما انت شايف هنا بيقول لك ايه auxiliary light holes، يعني فتحات إضاءة ثانوية علشان خاطر عمق الصالة كبير، ارتفاع شاهق، بقى الرواق الأوسط ده مش هيكفي، هيكفي لإضاءة الرواق الأوسط، لأن زي ما انت شايف الإضاءة جاية من هنا ومن هنا. فمحتاج شوية إضاءة تانية علشان خاطر يبقى في رؤية داخلية للقاع. فشايف بيعمل فتحات صغيرة، خروم صغيرة كده ما بين الحائط الأخير في الحتة دي وما بين السقف علشان خاطر يبقى في شوية بعض الأشعة البسيطة من الإضاءة اللي بتنور. أنت شايف بقى هنا هوت عطيت لك سكتش لإيه؟ لأشخاص بيبين لك الارتفاع والهيومن سكيل. هنا الإحساس بالرهبة اللي هو ارتفاع البني آدم ضايع في وسط الإيه؟ الارتفاعات الشاهقة بتاعة المعبد، فده اللي بيديلك الإحساس بالرهبة داخل المعبد. لما بيبقى مطلوب منك إنك ترسم بلان أو سكشن المعبد، المفروض انك بتديني اقرب حاجة للبلان ده او القطاع ده. يعني ايه؟ يعني تديني العناصر الرئيسية، يعني مش هحاسبك على عمود ناقص ولا عمود زائد، بس على الاقل هتديني البايلونز بأماكنها، المسطحات بالتقريب كنسب، والارتفاعات برضو نفس الحكاية كنسب، يعني هتديني الفكرة أو الفكر الرئيسي بتاع التصميم ده. عشان كتير منكم بيسأل السؤال ده، هو احنا مطالبين بأن احنا نرسم بالظبط الكلام ده؟ هو انت بترسم اولا سكتش فري هاند في امتحان، يعني مش هتقعد ترسم بالمسطره والمثلث حاجه زي كده، هو سكتش فري هاند بيعبر عن الموضوع. صوره جويه لمعبد الكرنك، تلاقي هنا في مسلة موجودة، معبد رمسيس، معبد سيتي، اللي انتوا شايفينه ده كل دي الحاجات اللي بتطلع وبيرصوها جنب بعض علشان بعد كده يعملوا منها الترميم بتاع المعبد. هنا طريق الكباش، وهي الكباش مرصوصة اللي هي بتبقى زي ما تقول طريق الشرف بتاع دخول المعبد. يا ريت تكونوا رحتوا زرتوا الأقصر، طبعا المفروض يعني
تكونوا شفتوا الحاجات دي. الناس بتيجي من آخر الدنيا عشان تشوفهم. ده البايلون المكسر ده بتاع معبد موت، وده المعبد اللي هو بيطلع منه طريق كباش. طبعا العالم كله بيجي يتفرج على الآثار بتاعتنا، ويمكن لحد النهاردة ما عرفناش الطريقة اللي بانوا بيها حاجات كتيرة. يعني بص، انت هتلاقي في الصورة دي مثلا ونش محطوط. الونش ده علشان يرفع ايه؟ الحجر اللي بنحطه علشان خاطر نعمل عملية الترميم بتاعة المعابد. طب زمان كان فيه الونش ده؟ ما كانش فيه. طب كانوا بيرفعوه ازاي؟ ففعلا العظمة بتاعت الحضارة بتاعتنا في العمارة مش موجودة في أي حتة، أو المعبد متعامد على نهر النيل زي ما أنت شايف. هنا كانوا عاملين مدرجات، مش هما، احنا كنا عاملين مدرجات علشان الصوت والضوء. كانت الناس بتقعد هنا اهوت بالليل علشان تسمع تاريخ المعبد وتشوف المعبد ده متنور، هو وباقي الآثار اللي على الضفة الغربية والشرقية متنورة، فبتشوفها من هنا اهوت وانت قاعد. بيبقى الحقيقة كفرج حلو جدا لمجموعة آثار الأقصر. مشروع الصوت والضوء ده اتعمل من السبعينات، سنة 75 أعتقد. ده البايلون بتاع الرئيسي، أول واحد بتاع المدخل وطريق كباش زي ما هو. يمكن الصور دي بتوضح لك مراحل البناء من أني أسرة. دي الأسرة 29 يعني، ها طريق الكباش والبايلون بتاع المدخل وكده من الأسر المختلفة. ده ريستورد يعني كأنه مرمم بتاع الهايبوستايل هول، جزء من الهايبوستايل هول اللي هي بهو الأعمدة، وبيوضح الأعمدة. هتلاقي الأشكال الأعمدة مختلفة الحقيقة. هنشوف يمكن طرازات موحدة للأعمدة في الحضارات الإغريقية والرومانية اللي هي أسست العمارة الكلاسيكية بصفة عامة، إنما في الحضارة المصرية القديمة ما عندناش طراز ثابت في الأعمدة، إنما في أعمدة مختلفة الأشكال هنبقى نتعرف عليها بعدين. ولو عايز تعرف هنت من دلوقتي هقول لك انها مبنية كانت اساسا على
زهرة اللوتس والبابايرس، البردي واللوتس، كانوا بياخدوا من زهرة اللوتس والبردي شكل العمود بتاعهم وبعض النقوش اللي عليه. إنما في أعمدة تانية مختلفة لا تتعلق بزهرة البردي واللوتس، يعني ما كانش فيه طراز محدد. هنبقى نعرف أنواع الأعمدة دي في الآخر. برضو ده كله داخل معبد الكرنك. من معبد الكرنك هنروح إلى معبد الأقصر. معبد الأقصر بقى معبد موازي للنيل، مش عمود يعني نيل زي الكرنك. يبعد مسافة مش كبيرة أو 2-3 كيلو من معبد الكرنك. لو قلنا إن ده المدخل بتاع معبد الأقصر، يبقى كده طريق الكباش المؤدي إلى معبد الكرنك اللي هم بيكملوه وافتتحوه من الأسبوع اللي فات في الأقصر. طريق الكباش كان من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر، وده طريق الاحتفالات الدينية. يعني طريق الكباش ده كان بيبقى فيه ساحات كبيرة علشان خاطر بتقام فيها الاحتفالات الدينية، أو البلان بتاع المعبد باللي حواليه. بلان المعبد هوت، تخش من هنا بايلون والحوش الأول بتاع رمسيس الثاني، وبعد كده بهو أعمدة، وبعد كده حوش تاني وبهو أعمدة، وبايلون يمكن يكون صغير، وقدس الأقداس بالغرف الخدمة اللي حواليه زي ما انت شايف في البلان. هتستغرب ان البلان ده معوج. ليه كان معوج؟ سؤال يمكن الرد عليه صعب. هل هو كان موازي لنهر النيل هنا؟ هل نهر النيل كان واخد الشيب ده كده هوت فهو احترم نهر النيل او ايه؟ في كتب بتاعت الكسندر بدوي يمكن تعمل تحليل فلسفي شوية مبني على الاورجانيك اركيتكتشر او النحات، كان سكيلتون بتاع بني ادم في جوه المعبد، علشان يقول ان كل جزء من المعبد ده هو بينطبق على الاسكيلتون بتاع بني ادم. حاطط الراس عند قدس الاقداس على اعتبار انه اهم جزء، وباقي الجسم كده. هتلاقيه في كتب الكسندر برادلي في فلسفه التصميم بتاع المعابد، بس برضه يعني يمكن عليه علامه استفهام ليه كان شكله كده. ده الشكل المميز قوي، لانه ده المعبد الوحيد في الحضاره المصريه قديمة اللي هو هتلتقي الجزء الأخير بتاعه معوج، أو الجزء الأولاني اللي هو بتاع الحوش الرئيسي. اهو المعبد وهو نهر النيل. يعني زي ما انت شايف هنا برضو نهر النيل جاي كده وبعد كده راجع كده. طبعا نهر النيل اتغير شكله النهارده عن ما كان عليه في زمن الحضاره المصريه القديمه، ما نقدرش نحكم بالظبط. ده طريق الكباش المؤدي الى معبد الكرنك، ده المدخل والبايلون الرئيسي، ده الحوش الاولاني بهو الاعمده، الحوش الثاني قدس الأقداس والغرف الخدمة. دي صور جوية بتوضح لك، صور جوية علشان تعرف تقريبا الطبيعة شكلها ايه. انا جايبها لك عشان تعرف
الطبيعة شكلها ايه للي ما راحش يبقى عمل زيارة بالصور. هنا البايلون المدخل الرئيسي، وزي ما انت شايف في عوجة في النيل هنا فعلا. بعد كده الحوش الاولاني بهو الاعمدة، حوش تاني قدس الاقداس بهو اعمدة صغير، وبعدين قدس الاقداس والغرف المحيطة. دي طبعا الفنادق النيلية، المراكب اللي بتطلع فيها الرحلات وكده بترسى هنا هوت. هو واضح جدا هنا هو طريق الكباش. معلومة ان معبد الأقصر ده حصل مشكلة فيه ان يظهر مية النيل القريبة منه، او اثرت شوية على عليه، فاضطروا انه يتفك ويتعمل تثبيت للتربة اللي تحته ويرجع تاني كما كان، يتعمل له ترميم كامل، اتفك وتركب تاني. هو اتفك ازاي؟ الأجزاء اللي هي كانت هتبتدي تميل او كده، الأرض مش ثابتة من تحتها، كانوا بيرفعوها بيثبتوا الأرض تحت ويرجعوها. وناش طبعا يعني هتتشال ازاي؟ طب ما معبد، مش في معبد اتقطع بالكامل من الجبل ورجعوه تاني ايام ما كانوا بيبنوا السد العالي وكان هيغرق في المية؟ ده طريق الكباش المؤدي إلى المدخل. مسلة كان مفروض اتنين، واحدة منهم في روما والتاني عندنا هنا هوت، وده البايلون. ده طريق الكباش أهو، البايلون والمدخل من هنا هوت، وبهو الحوش الأولاني بهو الأعمدة، الحوش التاني وبهو الأعمدة، قدس الأقداس في المنطقة دي، وغرف الخدمة. أنا برضو هرجع تاني أقول بفرجك الصور دي اللي على الطبيعة عشان تحس بالإيه الموضوع شكله إيه، إنما مش هترسم الكلام ده، هتبص عليه بس. أهو نهاية الحيطة اللي كنت بتكلم على الجورج والسكرول، اهيت الكورنيشة المصري القديمة الموجودة أعلى جميع الحوائط. وهتلتقي كمان الحروف بتاعت الحوائط فيها الإيه الخرزانة المدورة ديت اللي هي طالعة. الكباش دكتور نعم هي اني اني جورج وانهي السكرول اللي مايله، ولا اللي هي الربع دايره اللي حضرتك قلت عليها؟ الربع دايره، ربع دايره السكرول، وجورج اللي هي اللي هي الحجره دي مكمله طبعا بس مش موجوده اهي. اللي بايلون طبعا محتاج له عرض من الداخل علشان يطلع بالارتفاعات الشاقة ديت،
فكان بيبقى طبعا مفرغ، وفي من الداخل غرف وسلالم بتؤدي الى اعلى، والفتحات اللي انت شايفها ديت فتحات الغرف العلوية اللي هي داخل البايلون ده. أو جزء واضح من الكورنيش يمكن في الصورة دي أوضح، الواجهة بتاعت البايلون. طبعا في ترميمات كتيرة اتعملت في ما بين الصور ديت والوضع الحالي. هنلتقي هنا جامع مبني، جامع أبو الحجاج مبني فوق المعبد. هتسأل طب ازاي بنوه فوق المعبد؟ طب المعبد ده ما كانش باين من الأول، ليه؟ كان كل ده مردوم، فده كله كان مردوم، فالسطح بتاع المعبد كان بيمثل بالنسبة لهم حاجة سوليد، قاعدة سوليد ممكن أبني عليها. ما كانوش شايفين ان ده معبد او اثار او كده، فعشان كده اتبنى عليه معبد جامع ابو الحجاج، وفضل لحد النهارده كحاجه برضو تاريخيه. هو ده معبد ايه؟ نعم، المسجد ده فوق معبد ايه؟ بلوسي. ايوه معبد الاقصر، اما احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بقينا نتكلم في معبد الاقصر. اهو ده الحوش بتاع معبد الاقصر، شايف الهيومن سكيل بالبني ادم بالنسبه للارتفاع بتاع العمود قد ايه؟ هنا معلش هقول شكل التاج بتاع العمود زي عامل زي البرعم بتاع الزهرة، زي البراعم المقفولة بتاعة الايه البابيروس. هنشوف هنا المكونات الانشائية القاعدة بتاعة العمود شكلها ايه، ما كانش ليها طابع محدد، هي كانت مدورة وبس، هي زي العمود. هنلتقي العمود لوب، يعني في الفصوص بتاعته دي هي زي ما انت شايف، ما هوش دايره دايره، لا متفصص كده، هو عامل زي حزمه من البابايروس، يعني ايه طالع كده هو الاجزاء دي كلها كانها العنق بتاع الزهره او الزرعه، فهو مفصصها كده عشان يدي نفس الاحساس بتاع ايه حزمه من الايه من الزرعايه دي. و الوسادة فوق التاج. هتقولي طب دي الوسادة دي أكبر من التاج، أوكي أكبر، ما هي هتنزل في النص، يعني أنا اتكلمت على الوسادة في التاج الناقوسي بالذات بتحمي الداير بتاعه من إنه يتكسر. والأعتاب الحجرية فوق أهيت، عناصر التصميم كلها موحدة في جميع المعابد. زي ما بقول الصور ديت بتوضح لك على الطبيعة ايه العناصر الانشائية وايه وفلسفة التصميم والارتفاعات الشاهقة اللي بتدي لك الاحساس بالرهبة في المكان، مش علشان انك هترسمها لي، لا علشان انك انت تحس اللي ما راحش فيكو يحس بالمكان ده شكله ايه.
هنا واضح البايلون القداماني اهوت، ده جامع ابو الحجاج ورا البايلون القداماني على طول على سطح من الاسطح اللي هي كانت مش باين تحتها في ايه. ده برضو الصوت والضوء بالليل بيبقى شكله ايه؟ ده هنبص نلتقي الناحية دي جامع ابو الحجاج مبني فوق ايه؟ فوق سطح المعبد الصارد، فهم شافوه كده شافوا عندهم ارضية صارد يبنوا عليها فبنوا عليها الجامع ده وفضل كأثر. من الناحية التانية نهاية الصورة اللي على اليمين دي نهاية المعبد خالص بتاع الأقصر، هنلتقي جزء أرش بنيش كده هوت. الله، ده عمر العمارة المصرية القديمة ما كان فيها خط غير عدل. منين جالي الخط المدور ده؟ في أوائل الحضارة المسيحية ومع نهاية الحضارة المصرية القديمة تحولت المعابد دي إلى كنائس، فده كان هيكل الكنيسة. يعني استخدم المعابد ديت كدور عبادة برضو، استخدمت ككنائس. معبد الكرنك الجزء الأخير فيه اللي هو معاصر الحضارة الرومانية هنلتقي فيه زخارف بتاعت الكنائس والأيقونات وكده. نفس الحكاية في معبد الأقصر في الجزء الأخير بتاعه، علشان نوضح بس. شايفين الأعمدة دي أعمدة روماني ليه؟ لأن الحضارة المسيحية ابتدت في العصر الروماني، والنيش ده هو كان الهيكل بتاع الكنيسة. فعلشان ما نقولش ان الحضارة المصرية كان فيها خط غير مستقيم، الحضارة المصرية كل الخطوط بتاعتها كانت مستقيمة وعدلة. نيجي بقى للضفة الغربية، المعبد جنائزي اللي هو معبد حتشبسوت للدير البحري اللي هو مبني جزء منه على الارض و الجزء الثاني منحوت في الجبل. ونظرا لان المعبد ده من اهم المعابد المصريه القديمه اللي اقتبست نسبه وفلسفه تصميمه في حاجات كتير معماريه بعد كده ولحد النهارده، فهنديله اهميه خاصه. اديكوا 5 دقائق ريست ونكمل. ها؟ ماشي يا دكتور. أوكي.
نبتدي. نبتدي يا جماعة. اتفضل يا دكتور. معبد حتشبسوت او الدير البحري الضفة الغربية زي ما انت شايف الجبل. الهضبة بتاعت الضفة الغربية او الجبال بتاعت الضفة الغربية. مبنى على 3 ليفلز. والرامبس اللي بتؤدي الى الليفلز. جزء مبني فوق سطح الارض والجزء ده منحوت داخل الجبل. شايف الايقاع الحلو ده السوليد والفويد والنسب بتاعته لما هتدرس بعد كده في نظريات العمارة الجولدن سيكشن او النسب الذهبية هتعرف ان كل النسب بتاعت العمارة المصرية القديمة كانت مدروسة من حيث الجولدن سيكشن او النسبة الذهبية. هتلتقي من النسب بتاعت الفراغات الصاليد والفويد في معبد حتشبسوت ده هو اتاخد كمثل للنسب دهيت وحنلتقي النسب بتاعته دهيت ونسبة الصاليد والفويد والفتحات والمتكررة والسوبر بوزيشن فوق بعضها وكده هو هنلتقيها متكررة كتير مش بس في الحضارات المتعاقبة زي ما هنشوف بعد كده هو متكررة في حضارات كتير انما لحد النهاردة احنا المعماريين بياخدوا من معبد حتشبسوت ده هو النسب اللي اتبنى بيها المعبد ده. لما هتشوف الواجهة كواجهة هتعرف ان مباني كتيرة اتعملت بنفس الشكل ده هو. ده معبد جنائزي يخضع للتصنيف التاني من المعابد اللي هو جزء مبني على الارض وجزء منحوت داخل الجبل. يعني احنا التصنيف الاولاني لما قلنا المعبد مبني بالكامل فوق سطح الارض شفنا منه لحد دلوقتي الكرنك معبد الكرنك ومعبد الاقصر اللي هما اكبر معبدين في الاقصر. التصنيف الثاني ده هنشوف فيه معبد حتشبسوت او الدير البحري. اول حاجه في فلسفه التصميم انت شايف التلات ادوار بتوعه شايف الواجهه والسوبر بوزيشن بتاعها بالنسب بتاعتها شايف مدى ملائمة المبنى للبيئة المحيطة. يعني احنا لما بنقول هنحافظ على حاجة ونقول دي محمية طبيعية يعني مش عايزين نأذيها او نضر من شكلها ونخليها مع الطبيعة ملائمة للأجواء المحيطة وللطبيعة المحيطة بيها. مش هنلاقي افضل من كده تصميم يخلي كأن الجبل ده هو بيحتضن هذا المعبد وهذا المعبد الانشاء او طريقة الانشاء بتاعته لم تؤثر على الطبيعة المحيطة. يعني احنا هنا بنشوف اهو الجبل بالاوضاع بتاعته الظل والنور الحاجات الرئيسية برضو هنا هو الظل والنور حاجات رئيسية اللون متاخد من نفس الحجارة الطبيعية بتاعت الجبل اللي حواليه. علشان كده لما بنقول في عندنا في جنوب سيناء او غيره بنراعي البيئة المحيطة او ما نقدرش نبني غير بالطريقة طريقة المحافظة على البيئة المحيطة ان احنا ما نأذيهاش ما نحطش حاجة ان كونتراست معاها يعني ما نحطش حاجة بيضة حاجة ملونة حاجة كده ديزاين معماري
مختلف خالص عن البيئة، حاجة مودرن خالص نحطها في قلب الجبل، إنما نحط حاجة تبقى in harmony مع البيئة المحيطة، والبيئة المحيطة هنا أنا عندي الجبل. فلما أجي أبص على المعبد هو وإزاي راعى البيئة المحيطة بتاعته، أقول فعلا هو ده المثل الأعلى لمراعاة البيئة المحيطة به، وإزاي أني أقدر أبني مبنى في حضن الجبل بتاعي بدون ما أثر أو أعمل حاجة مختلفة، إنما أعملها إن هارموني. طبعا لا يسيء هذا المكان إلا الكشك اللي محطوط ده هو بتاع التذاكر. مش عارف في حاجة، لازم ارجع لورا شوية عشان اتكلم على البلان بتاع لما بص بقى على البلان بتاع معبد حتشبسوت اهو، انت شايف الرامبس من هنا، بدأت من هنا رامب المستوى الاول والمستوى الثاني والمستوى الثالث لحد ما دخلت جوه هنا في الايه الجبل ده، كل ده منحوت في الجبل. هنا الهايبوستايل هول او بهو الاعمدة وقدس الاقداس وبعض الغرف. الحاجة المنحوتة جوه الجبل في جنبه كده لازق فيه معبد الإله هاتور اللي هو كان مرتبط دايما بالملكة حتشبسوت. لما أشوف أي حاجة في العمارة المصرية القديمة منحوتة داخل الجبل مش ممكن حلقها سيماتريكال، يعني لو كان مثلا معبد زي معبد الرمسيوم ده ومعبد الرمسيوم ده معبد جنائزي وموجود قبل معبد حتشبسوت كده على الناحية الشمال وانت رايح اللي هو بيترمم دلوقتي، لما لقوا منه كان الأول على الأرض خالص مش موجود منه أي أثر، لقوا منه أثر دلوقتي وابتدوا يرموه ويبنوه. فهو ده معبد جنائزي ومبني بالكامل على سطح الارض، انما ده معبد جنائزي مبني نصه في الجبل. لو لقينا المعابد دي سيمتريكال ده معبد، انما ده مش هلاقي حاجه منحوته جوه الجبل سيمتريكال ابدا. ليه؟ لان هو بينحت على قد ما يقدر، لان في اجزاء داخل الجبل مش هيقدر يوصل فيها لاكتر من كده، يعني هتبقى فيري سوليد بحيث ما يقدرش ينحت فيها اكتر من كده، ستوب لحد هنا وبكمل في حته ثانيه. فكونه نحت لحد هنا دي النهايه بتاعته بقدس الاقداس، انما مش ضروري بقى الباقي يجي بقى بالظبط زيه، الناحيه دي زي الناحيه دي علشان خاطر ايه او هنا مثلا ده كده ده مختلف شويه. مش هيقدر اي حاجه منحوته، برضو هنشوف الكلام ده في الحاجات اللي منحوته بالكامل داخل الجبل زي معبد ابو سمبل الصغير والكبير. احنا عندنا معبدين، معبد رمسيس الثاني بتاع ابو سمبل وبتاع مراته الصغير، فدول داخل الجبل مش هتلاقيهم سيمتريكال اهو، هتلاقي برضو هنا في ناحيه غير ناحيه خالص، هنا برضو نفس الحكايه. بس بنشوف برضو العناصر الرئيسية بتاعت المعبد اللي هو كانت حوش مكشوف أو بهو أعمدة وبهو الأعمدة جوه والأحواش اللي هي بالأعمدة من الخارج. ده هو نظرا للطبيعة الجبلية، إني بعلى كل لما بقرب من الجبل الرامبس دي هي اتعملت علشان تديني نفس الإيه، اوصل لنفس المستويات اللي موجوده بتاعتي.
في نفس الوقت الرمز دي هي وجودها والسوبر بوزيشن اللي اتعمل في المعبد دهوت. انت كل لما بتعلى وبتبص لفوق بتدي لك ايه؟ نفس الاحساس بالرهبة او بتعمل مجهود علشان تطلع. الفكرة انك عشان توصل لفوق دايما بيبقى في مجهود معين، بيبقى في احساس معين برهبة المكان، بتديله بتشوفه من تحت وانت تحت لحد فوق بتبص لفوق، فبتديك احساس برهبة المكان ده هو. فمعبد حتشبسوت ده هو من المعابد اللي قيمتها المعمارية وفي تصميمها وطريقة الإنشاء كمان عالية جدا جدا جدا، وفضل زي ما هتشوفوا بعد كده في بقية الحضارات يقتبس منه لحد النهاردة. قبل ما اقلب الصفحة ديت عشان ما ارجع لهاش تاني، نبص على البلان بتاع معبد حورس. اهو بلان سيمتريكال، فيه العناصر الاساسية البايلون والكورت والهايبوستايل هول والى قدس الاقداس. يعني هايبوستايل واحد والتاني زي ما قلنا العنصر ممكن يتكرر مرة واثنين وخمسة، يعني اي رقم بس هو موجود، وبعدين قدس الاقداس. ده معبد حورس من المعابد اللي هي فضلت لحد النهارده كما هي، يعني ما فيش عوامل كتير من العوامل التعريه وكده اثرت عليها، فضلت حالتها كويسه محافظ عليها. برضو بيعتبر من البروتوتايب بتاع المعابد، ووجوده بالكامل بدون تأثيرات تعرية جوية أو زلازل أو حاجات تانية أثرت عليه، ده حاجة يعني بيعتبر المعابد اللي هي زيارتها مرغوبة جدا سياحيا. دكتور. نعم. بعد إذنك أنا كان عندي سؤال في السلايد دي. إني واحدة اللي فاتت؟ طب اسأل. هو في معبد أبو سمبل، في معبد حتشبسوت، وفي معبد حورس ترتيب العناصر مش زي بعض. يعني في معبد أبو سمبل ما فيهوش البايلون في الأول، في الكلاسلز اللي هي بتاعت رمسيس، اللي هي التماثيل بتاعت رمسيس في الأول مكان البايلون. وفي معبد حتشبسوت ترتيب الترتيبهم مش ورا بعض، يعني مش بهو الأعمدة بعد كده قدس الأقداس، لا ده البهو الأعمدة وعلى يمينه وعلى شماله قدس الأقداس. ما مش مين اللي قال لك كده؟ بس ده في النص بالظبط قدس الأقداس يا راجل. يا راجل بص كويس هرجعها لك اهو. هو انت ما كنتش هنا ولا ايه؟ لا كنت مع حضرتك. اهو قدس الأقداس فين بقى مترحل؟ ها؟ الحته اللي جوه خالص دي قدس الاقداس، اللي فوق خالص دي اهي، دي قدس الاقداس. تمام. لكن في اللي هي بتاعت في اللي هي دول سمبل بقى دول؟ لا دي حاجه ثانيه، دي شابل الجنائزي حاجه ثانيه، عنصر إضافي، دي عناصر مضافة. تمام. إنما العناصر الرئيسية هي موجودة زي ما هي بالظبط، المدخل والبتاع كل حاجة، بس طبعا ما فيش بايلون لأن أنت طالع جبل، وده مختلف خالص وقلنا الكلام. وفي أبو سمبل برضو أنت منحوت كله جوه الجبل، فعايز يبقى فيه كورت خارجي ليه؟ ها؟ يعني هو معبد ابو سمبل، هو معبد ابو سمبل هتلاقي التماثيل بتاعه رمسيس الثاني على الواجهه بالظبط، هي دي اللي بتمثل البايلون اللي هو ده شايفه. ايوه. واحنا قلنا البايلون بيبقى عليه ايه دايما؟
رمز اللي عمله. رمز اللي عمله. حلو. عليه ايه هنا؟ تماثيل ايه؟ اربع تماثيل ايه بتوع مين؟ رمسيس. رمسيس الثاني. حلو. تمام. وده البايل. وبعده بهو الاعمده. وبعده هو قدس الاقداس. تمام. شكرا. ماشي. تمام. عشان ما رجعهاش تاني بس. ها؟ شكرا يا دكتور. شفتها كويس؟ اه شفتها تمام. طيب اهو هو معبد ابو سمبل. يعني هو الجزء اللي بارز ده من الجبل المنحوت ده، هو مش ده بدل البايلون؟
سامعين؟ اه سامعين. معلش النت تقطع شوية. ما لا ما فيش عادي يعني. ما ادي معبد ابو سمبل الشريف سكرين لسه مفتح شباب. نعم الشريف سكرين لسه مفتحش. الشير سكرين ما اتفتحتش؟ لا لسه. نعم لسه دكتور. يعني حضرتك افتح الشير سكرين. اي ما مفتوحة اهي. فتحت؟ آه لا برضو لسه. هي ما طلعتش لسه؟
طلعت لسه يا دكتور. زارت لسه برضه دكتور؟ لا لسه مزارتش. في مشكلة في النت واضح. ألو، في جميع الأحوال الساعة 17 نكمل النت بايظ خالص، نكمل الأسبوع الجاي. تمام، شكرا دكتور.